في اتخاذ اسم الائتلاف. هذه العبقرية وهو ائتلاف تحيا مصر الشعبي. تحيا مصر دي ده كلام بيقولها الناس من أيام مقاومة الاستعمار، قالها الزعماء من أيام مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأنور السادات، من أيام اللي هي الثورات، ثورة 19 23 يوليو، وفي بناء حتى وفي ثورة 25 يناير هيقول كل حاجة. حضرتك قلت إن الائتلاف هيبقى اجتماعي، بالنسبة للمشكلات الاجتماعية اللي جميع والتوعية تمام يا فندم. احنا شايفين ان انقطاع الكهرباء بدات تقل وبدات تضمحل، احنا بنساعد ان الشباب والوطن يساعد على الامن القومي، الامن القومي المصري اللي بيقوم به ليس القوات المسلحه والشرطه فقط ولكن الشعب اللي هو احنا وانتو، اللي احنا بنحافظ على الامن القومي المصري. متشكرين وكل سنه وانتم طيبين. والله هذا احنا بنساعد دلوقتي وبنحط رؤى وبنحط خطط ان ازاي ان نعمل توعيه للشعب المصري كيف يختار عضو البرلمان القادم. البرلمان القادم مش عاوزين فيه يكون فلول، يكونش فيه اخوان. البلد دلوقتي بتعمل لصالح الشعب المصري، عايزين وخصوصا ان الشعب، ان مصر استعادت قرارها واستعادت الهيبه بتاعتها باللي احنا نشوفه خلال الفتره القادمه. شايفين خلال الفتره القادمه الشرطه بتساعد وجماعات، الجماعات الإرهابية، هذه الجماعات الإرهابية اللي هي بتعمل لغير صالح البلد بدأت تضمحل، ونحن شايفين أن الأمور بتتطور وإن شاء الله لصالح البلد ولصالح مصر. ومتشكرين جدا. إحنا عندنا زي ما سيادتك بتقول عندنا 102 حزب، لو حد من اللي موجودين وعملنا كده مسابقة علشان يقول كام حزب موجود مش هنعرف. الأحزاب ديت أحزاب كرتونية، يمكن صاحب هو صاحب الحزب فقط هو اللي ممكن. إحنا عاوزين الأحزاب تنزل للشارع، وعلشان كده كان الهدف من هذا الائتلاف إن إحنا نوعي الشباب في كل مكان، شباب القرى والشباب الأرياف، الشباب الحقيقي اللي هو بيعمل، الشباب اللي اشتغل في مشروع قناة السويس وليس اللي هو بيقطع الطرق وبيدمر ويقدر ويعمل غير صالح الأمن القومي المصري.